النادي العربي، محمد صفر، بندر السلامة، قربوا يوم الكاميرا. محمد وبندر أنا قابلتكم وأعماركم 13 سنة، الحين تلعبون بالفريق الأول. محمد، العربي يفتقد منذ تقريبا عقد كامل إلى مركز الظهير الأيسر، ما شاء الله فجأة تلعب مباراة ودية ضد السالمية، تستمر المشاركة، نشوفك لاعب لا يستغنى عنه في التشكيلة الأساسية للنادي العربي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أشكر مجلس إدارة النادي العربي وأشكر الجهاز الفني والإداري للنادي العربي، ومشكورين اللاعبين ما قصروا، هم حطوا الثقة فينا وإحنا الحمد لله كنا قد الثقة، وطبعا هذا كله بفضل الله ثم فضل دعوات الوالدين، أقدم لهم يعني أكبر شكر ممكن، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. محمد، لو بقول لك تسأل بندر سؤال وباكر عنده امتحان، شو تقول له؟ باكر عنده امتحان؟ ايوه فايز رايح نص نهائي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أهدي بالفوز هذا حق الجماهير الوفية، والله الحمد لله الله وفقني والقول إن شاء الله والقادم أفضل إن شاء الله. بندر، اليوم سجلت هدف جمهور العربي يتغنى باسمك، كنت تتخيل وأنت رايح للمدرسة أنك بتكون نجم حاضر في أذهان جماهير النادي العربي؟ أول شيء يعني ما تقدر تقول عن الكلمة عن الجمهور هذا الوفي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الله وفقني القول إن شاء الله، وبإذن الله القادم أفضل إن شاء الله. بندر، شد حيلك إن شاء الله، وأنا نصيحة أخو نيابة عن يمكن أغلب المذيعين تحت الهواء لما نتكلم عن المواهب، دائما تأكد أنك مهما تقدم مستوى إحنا نبيك تطلع معنا بلقاءات إن شاء الله. بإذن الله، أبعد راسي ما تقصر الكلمة. حبيبي بندر، بالتوفيق أجمعني أبعد راسي.